بحضور وزير شؤون الكهرباء والماء سعاده المهندس وائل بن ناصر المبارك والرئيس التنفيذي لهيئه الكهرباء والماء سعاده الشيخ نواف بن ابراهيم الخليفه دشنت الهيئه خدمه كبار المشتركين وذوي الهمم وتهدف هذه الخدمه لتسهيل اجراءات طلبات المشتركين ممن تنطبق عليهم الشروط حيث يتم زيارتهم في منازلهم لاستلام وتحرير طلباتهم دون الحاجه لزياره مركز خدمات المشتركين وسوف تقوم الهيئة بتلبية كافة احتياجاتهم بدءاً من استلام الطلب حتى دفع التأمين أو الفواتير للفئة السكنية. ويمكن للمشتركين من سن الستين عاماً فما فوق وذوي الهمم الحصول على هذه الخدمة بحجز موعد عن طريق سكيب لاينو المخصص لمواعيد الزيارات الميدانية أو عن طريق التواصل مع مركز الاتصالات التابع للهيئة.